السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. سأل صعدتان برنامج كبريهان صعدي دور مالموت هذا الصعد دافي وصاب سنة ولا شيء حليم يري إلى خير هسية إني استاكتي يدو ما يلوحك جيدي نيسة أي ترى القرآن كمجر آية عدي نيسة إن حاول لغا أوري فيرتي أبهن آدم كدبنا وحاكدا وحضلي شيخ علي وجيس ويري حاين حليم يري هذا الكيكو هذا الشيء وحسد توس أو هر إيمانا يا آيات القرآن هي حديث النبي أو صحيحة هذا الساعة إسكتر مات حقك إيمان كرامرك سأو هر إيمان كرتا سؤالش عن ودينا علي وجيس حيث هي حقيقة كانت آيات عدي نيسة أو قرآن كوجرتا أو أرانا نيسة خفت الدمرك وحلق السمي أما حاو حلق السمي لقى أوري فيرتي أبهن آدم طبعا قصة صحيحة هذا ما هورينن أو حكوا جرت على كتب الهندوس إلى شفرة لقوم جعاو إنه من فيرتي سكا أوري حاسكيس كده إنه حيصاد حق شيء إسأل قصة كتاب كمقدس كبايبل كا أو سفر التكوين آية كواد إلا صدنا فرمى لاس إن أرمى حسكوا جرت حاو إن لقى أوري فيرتي آدم كده بنا إن مفسرين تخار أي هذا النوع عصا كلا صاخاتين أي كدرن دينتين إسلامك أما قرآنك haba yaraate meel ay ugu jirto aayad noocaas oo kala ah ama yaan wuxuu dhaw haba yaraate quraanka kuma jiraan garamaayo shaqal wajiis aayada meesha uu ka keenay ama ka keenay doona quraankaana kariimka ah markuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala tilmaamay abuurka aadam iyo xawa ilaahu xiri ya ayyuhan naasu taquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahida ilaahay ka baqa ilaahay soo idinka abuuray hal naf wa khalaqa minha zawjaha isla naftaasna ka abuuray zoojkeedii wabasta minhuma rijaalan kathiiran wa nisaa marka aayadaas ayay mufasiriinta qaar la leexdeen waxay u fasireen minha isla qafkaas jirkiisa in laga abuuray zoojkeedii maxaa laga wado oo feertiisii aadam laga qaaday feer xeebta bidix feerta hooseysa waa sida baybalka qoran tahay oo loogu abuuray xawa لكن إلهي سبحانه وتعالى القرآن كس مرنبا أرنتاس إيوني أرنو دو كمو أوسين شيغين ولكن لكن واتفاسير لليحي صوتا إلهي مركو يعني كهدلي مثلا قورك إلهي حير ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم نفس الدين الذين كاقا أوري أزواجا حاسكاقي هذا بحاسكاقي مفيرتا دا لقا أوري أيضا ما دام اللي يري من يعني والد تبعيد وآخر كمدة لكن سإمام جار الله الزمخشري كتاب كيسا كشاف وعكله ومن وحلال جدا للبيان عدين إسلا هالكاس نف أي وحلال سمي آدم إيا حاوة لو أخذ يالله وضع لغا أبوري إلا وضع بهالكاس نف أي اللغا وضع سمي يعني هو جنس إس وضع له أي اللغا جدا ويري إمام أبو مسلم ابن بحر الأصفهاني ساقن حكله هي من وحكو عديسي للبيان إنه أرنتاس النوعية نوعي إسلا هالنوعين وضيهين وحاوي آدم إمام محمد عبده مفتي ديار المصرية السجن عصري سحيري ومن فسرها للتبعيد كي أخي كفسيري إن خار كم دقيت هاي حاوة آدم يعني آدم اللي قصة صاري فقد أخرجها عن سبيل مثيلاتها ونظائرها وحكى صار آيدي كوي لمد أها آيدي لمد أها مركو حين أخونا يسا آيدها لمد أها إن من التبعيد إن أخذان خار كم دقيت هدي عليهم عدين صوت إلهي وحيري هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها الى وحدك اور حلنا خفكا و خونو اسمي زوجكي يعني زوج او سيدي نفتاس كلو سمي او كلو سمي ويا جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا نفس الدين ادي وحدك ابوري حاسس يعني معنا ما نغا لغ فيرهن لغ سو ودا صار حاسس كان خبنا وا ميا
laakiin nafsadsiino kale ayaa loo abuuray min waa cadeyn oo isla jinsigii isla noocii ah siduu ku tilmaamay mufasiriinta aan soo sheegnay imaam zamakhshari iyo imaam abu muslim al-asfahani iyo imaam maxamed cabdo iyo geerkoodaba ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay huwa aladii bacasa fi lummiyiina rasuula min anfusihim ilaahay waa kii ummiyiintii kasoo dhex saaray rasuul oo min haddii leedahay qaar ka mid ah nafsadooda ma nabigeena calayhi salaatu wasalaam annaga hilibkeena jirkeena maa laga soo saaray waa maya laakiin annagoo kale ah bayaan caddeyn waaye bini aadan sidaanoo kale ah weeyaan qad jaa'akum rasuulun min anfusikum yaa waxaa idin yimid rasuul oo nafsadiina idinkaaga yimid oo adinka kale ah siinoo kale ma aragtay ah oon ka ahayn caalam kale ka imaanin marka ilaahay markuu yiri min ayaatii an khalaqa lakum min anfusikum ama ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha waxaa lala jeedaa aadam looma abuurin xayawaan kale yani chambanzi ama gorilla looma abuurin ama sac looma abuurin ama yani xoolo lamid in loo abuurin lama oran qaftaan xaas ka dhigo laakiin xaaska nafsadii adiga laga abuuray oo kale ayaa laga abuuray ee ma aha waxaa laga abuuray feer haba yaraatee marka qur-aanka meelay ugu jirto ma jirto xaawo in laga abuuray feertii nebi aadam haddaan kasoo gudbo aayaadkii aan usoo gudbo axaadiista ilaan sheekh cali wajiis wuxuu yiri waxay si toos ugu hor imaaneysaa aayadka qur-aanka aayad qur-aanka waa sheegnay inay walaasheena xaliimo yiri haba yaraatee aayad aysan ka hor imaanin sababto aayad sheegtay marnaba ma jirto qur-aanka ka mid ah xaawo in laga abuuray feertii aabaheena aadam maxaa dadka loo khaldaaya marka marka haddana wuxuu yiri iyo axaadiistii nebiga ayay si toos ugu hortimid oo saxiixa ahaa haddaba axaadiistii ku timid xaawo in laga abuuray feertii aadam maxay ahayd xadiiska uu soo wariyay ibn abi xaatim tafsiirkiisa uu leeyahay wantazaca dilcan min adlaacihi fakhalaqa minha xawa yacni tafsiir oo soo qaatay feertiisa ayuu ka saaray nebi aadam wuxuu ka abuuray yacni xawa sheekh alalbani iyo a'imat alxadiis kulligood waxay ku leeyihiin xadiiskan waa munkar jiddan saxiix marna ma aha sababta waxaa laga soo wariyey cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo laysku wada waafaqay inuu daciif yahay bal islaamkiisa la tuhmi jiray marka xadiis noocaasoo kale markuu soo qaato qofku yiraahdo axaadiista ku timid xaawo in laga abuuray feertii aadam waa saxiix waxaan leenahay xadiiskaas waa munkar sidaa daraaddeed marka arrintaas waxaa igaga horreeyey oo si adag ugu dagaalamay wuxuu ahaa sheekha ay salafiyiinta ama wahaabiyiinta aad iyo aada ugu dambeeyaan ee axaadiistana ka qaataan ee lagu magacaabo sheekh maxamed nasiruddiin al-albani si cad ayuu wuxuu u yiri marna kama sugnaanin xadiis saxiix ah nabigeena calayhi salaam inuu yiri xaawo waxaa laga abuuray feertii aadam kadibna axaadiis badan uu soo qaatay ha axaadiista kale ay soo qaataan waxaa kamid a xadiiska uu soo wariyay ibnu manda oo oranayo aadam markii la abuuray jannada wuxuu ku dareemay cidlo isagoo socdo kadibna wuu hurday hurdaa kusoo degtay markuu hurdayna uu soo toosay wuxuu arkay qof dumar dhankiisa fadhido markaasu yiri qaftaan yaawa waxaa la yiri waa xaaskaaga waxaa lagaaga abuuray feerteedii qaftaan waa xawa waa xaaskaaga waxaa lagaga abuuray feerteedii xadiiskan waxaa laga soo wariyey asbaat ibnu nasr wuxuuna ahaa nin khalad badan oo nin ma ahayn saxiix ah hadalladiisa marka xadiiskan waa siisaba waa mursal yacni isnaadkiisana waa daciif jiddan oo lama qaadan karo haddana xadiiskan wuxuu ku yahay mowquuf oo nebiga yiri lama oran wuxuu ku egyahay cabdullahi bin mascuud cabdullahi mascuudna waa saxaabi oo rasuulka ma ah calayhi salaatu wasalaam marka ibnu sheekh alalbani wuxuu ku leyahay hadalladan waxaa noo caddaatay inay yihiin israa'iiliyaadkii hadallada ay yahuudda ku hadli jirtay oona soo gashay weeyaan diinteena soo gashay sidoo kale hadallada ay soo wariyaan mufasiriinta waxaa kamid a hadalka imaam shaafici loo nisbeeyo isagana inuu yiri xaawo waxaa laga abuuray feertii aadam xadiis ma aha waa qowl imaam shaafici loo nisbeeyo laakiin isla hadalkaas sanadkiisa saxiix ma aho waxaa ku jira abulyamaan almasri oo ahaa nin majhuul nin la yaqiini ma aha ninka hadalka soo wariyey nin aan la aqoonin in axaadiis laga soo qaato ee la yiraahdo marka axaadiistan waa axaadiistii nebiga oo saxiixaa waa khalad laakiin se sheekh cali wajiis isaga wuxuu soo deliishaday xadiiskii bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen ee laga soo wariyey saxaabigii ahaa imaam abu hurayra radi allaahu canh marka riwaayad badan oo ku timid xadiiskaas tan ugu horeysa horta xadiiska marna magac xaawo ma sheegin yacni magaca xaawo haba yaraatee
kuma sheegin yani ahadiistan aan soo qaadan doono imaam abu hurayra laga soo wariyay. Xadiiska abu hurayra laga soo wariyay wuxuu kuleeyahay nabigan calayhi salaam inuu yiri istawsuu binnisaa'i khayra, dumarka ugu dardaarma khayr, fa ina almar'ata khuliqat min dira, khafta dumarka ah waxaa laga abuuray feer, ma aha waa laga abuuray, khafta dumarka waxaa laga abuuray feer. Wa ina acwaja shayin fi dalaci aclaa, feertana meesha ugu qalloocan waa meesha ugu sarayso. Yani waxaa laga wadaa ay ku fasiraan carabkeeda. Fa in dahabta tuqiimuhu kasartahu, haddaad u dhaqaaqdo inaad feertaas toosid waad jibisay, haddii aad ka ragta ka tagtidna wiliseeda ayay u qalloocnaanaysaa, ee dumarka hor u dardaarmo. Taas waa riwaayad. Riwaayad kale wuxuu leeyahay ina almar'ata khuliqat min dilac, tii hore dumarkao dhan ayay ahayd, tanna dumar hal dumar ayaa lasoo qaatay waxaa laga abuuray feer. Lan tastaqiim, mana toosayso, calaa tariiqihi, meel yani wada toosan ma qaadanayso. Calaa kulli xaal, inaan ku dheeraado ma doonayo, laakiin xadiiska markii aad sii dabagashid riwaayaadkiisa yani riwaayaad kala duwan oo ku imaana. Mar wuxuu kuleeyahay saan sheegnay ina almar'ata khuliqat min dilac, waxaa laga abuuray feer. Xadiiska riwaayad kale waxay leedahay ina almar'ata kadilac, khafta dumarka waxay lamid sida feer oo kale, khafta dumarka waa sida feer oo kale, waa isla riwaayaadkii abu hurayra. Xadiis kalena wuxuu kuleeyahay innamaa mathalu lmar'ati kadilac, dumarku waxay tusaale ahaan u yihiin sida feerta oo kale. Haddaba tee sax ah sheekh cali wajiis oo aan qaadana. Xadiiska riwaayad kale wuxuu kuleeyay ina almar'ata khuliqat min dilac, khafta dumarka waxaa laga abuuray feer, min dilac. Ina annisaa khuliqna min dilac, dumarkao dhan waxaa laga abuuray feer, waa tii aan soo sheegnay. Riwaayad wuxuu kuleeyahay fa in dhahabta tuqiimuhu kasarta, haddii aad u dhaqaaqdo inaad toosid waa jibisay. Wa in taragtahu lam yazal acwaj, haddaad faraha ka qaadin wuu qalocsanaanaya, yacni feertii haddii aad u dhaqaaqdid inaad feertaas toosid waa jibinaysaa, haddii ka tagtidna wuu qalocsanaanaya. Istamtic biha fiha ciwaj, yani marka isaga raaxayso iyadoo maarata feertaas ay qalloocan tahay. Riwaayad kalena waxay leedahay haddii aad u dhaqaaqdid inaad iyada toosid, khafti dumarka, tii hore waxay feertii inaad toosid, tan waxay noqotay dumarka inaad toosid. Kee sax ee marka dumarka maa la toosinaya mise feertii ayaa la toosinaya? Riwaayad waxay leedahay lan tastaqiima calaa tariiqa, hal wado kuma toosayso. Riwaayad kale waxay leedahay lan tuslixa laka calaa tariiqa, yacni hal jid kuma ma qaadanayso. Marka lan tastaqiim toosanaan miya mise hagaagsanaan, tee waa riwaayada sax ah. Riwaayad waxay leedahay istamtacta biha wafiha ciwaj, yacni waxay ka dhigaysaa past, waxaad ku raaxaysatay iyadoo qalloocan. Riwaayadna waxay ku leedahay tastamtic biha wafiha ciwaj, ku raaxaysa iyadoo qalloocan, past mise present oo future ah weeyaan. Riwaayad waxay leedahay wafiiha ciwaj, yacni waxaa feertii ku raaxaysa iyadoo qalloocan. Riwaayad kalena waxay ka leedahay wafiihi awd, yacni faa'iidan fiihi awd, yani ciwaj maaha markaan, laakiin fiihi faa'iida, manfaca kugu jirta. Marka intaas riwaayad markii saasoo kale ay noqdaan, darajada xadiiska noocaasoo kale sheekh cali wajiiso maxaa la yiraahdaa, xadiiskaas waxaa lagu magacaabaa xadiisun mutarib, xadiis aan miisaaneyn waaye jarjareeyey, ee asaaniidiisa la leexatay, hadaladiis isgaraacay. Xadiiska mutarib xukunkiisa muxuu yahay? Culamaa alxadiis badankooda, jamhuurkooda waxay isku waafaqeen xadiiska mutaribka ah waa xadiis daciif ah oo aanan saxiix ahayn. Xadiiska mutaribka ah waa xadiis daciif ah oo aan saxiix ahayn. Marka saa daraadeed darajada xadiiskaas ee laga soo wariyay imaam abi hurayra oo yacni la yaqaanana sida imaam muslim kitaabkiisa tamyiis kusoo wariyey, laga soo wariyay busr ibn saciid oo taabici ahaa, uu yiri ilaahay uga baqa axaadiista nabiga, waxaan la fariisan jirnay abu hurayra radiallahu canhu, saxaabiga ahaa, wuxuu noo keeni jiray akhbaar uu nebiga kasoo maqlay iyo akhbaar uu kasoo maqlay nin yahuudi ahaa ee soo muslimiin lagu magacaabi jiray kacb al axbaar. Annagii hadhow waa sagaalkay ka qasmi jireen hadalkii yahuudigaan oran jirnay nebigaa sidaa yiri, ama hadalkii nebigaan oran jirnay yahuudiga ayaa sidaa yiri. Marka saa daraad meesha waxaa jira hadallo oo yahuudi laga soo maqlay oo loo maleeyay axaadiistii nebigeena, sababtoo kacb ibn al-axbaar nafsigiisa sida bayhaqi soo wariyay iyo geerkiisa inuu yiri ma arkinuu yiri qof akhristay kutubta towraadka oo ugu cilmi badan abu hurayra. Abu hurayra si fiican u yaqaanay towraadka. Tan kalena ibn kasiir soo sheegay abu hurayra waxna ma qori jirin waxna ma qarin jirin, marka axaadiista ma qori jirin, saa daraad marka dabt ma ahayn, hadal qoran ma ahayn. Marka soo gudbiyana saas ayaa loo kala qaadanay. Waxaa caddaynaya riwaayadda inay tahay israa'iiliyaad, xadiiskii ibn xibaan iyo geerkiisa ay soo wariyeen oo laga soo wariyay cumar ibn alkhataab, wuxuu yiri isagoo la joogo
جرير ابن عبد الله بن مسعود يا عمر ولا فريان يا وحو يمد جرير بن عبد الله البجلي صحابي اها كويري حاسكي اها كل بخبا يعني دور حاس ايو لها مركا مسير كودي بروبليم ايو كخبا مركا ابن عبد الله بن مسعود يا وحو يري ميادا مخلن وميادا اوغين نبي ابراهيم عليه السلام مركا حديث معها وقصه شاكي ايغا دحمريس نبي ابراهيم عليه السلام حاسكي سارة انو كل بنا كدبنا لغو يري روايتك المحلله كدبنا اله هو وحيودي كدبنا لغو يري waxaa dumarku waxaa laga abuuray feer khaloocan marka hadalkaas waa hadal israa'iiliyad ah oo asxaabta dhexdooda ku jiray sawsare madiina way ku buuxeen yahuud badan marka saadraad israa'iiliyad ki tafasiirta ay soo galeen anagaan hadda maanta waxaan noo soo qaatay sheekh Cali Wajiis hama wuxuu maaha soo qaatay hadan wuxuu yiri aayada quraan ay si toos ugu hor imaaneysa marka aayadaha quraanka tooska ugu hor imaaneysa xalimiiray aawo sheekh Cali Wajiis حديثك الصحيحة أو معركتي عن علم لهين استوس أبو هرتي ماذين آوي كل وإسرائيليات أو معركتي تفاصيل تان صاقلين ساد راد ساقم ركو حيري وحا يعني أبانان إني أما أوهبون إني توبت كنت لمدين يتوبت كان أبا أوهبون إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو حكويري قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إلهي كبين أبو رنا وحسن إلهي أرن أرنا إلهي السلام قرآن كويري ما اللي باني دونان متاع في الدنيا نولش هكورا حي السلام هدي الرو ثم إلينا مرجعهم أنا حقين أصول الله من دوننا ثم نضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون عذاب حنون بدنا يعني بنسين دوننا صوت محيطها إلهي كبين أبو رتين هذا الأوسن إلهي أرن أي رهن إلهي السايري الحسين بن علي رضي الله عنهما مركي لو كاني يعني علي بن ابي طالب ويلكي حسين شهيد كاها لو يريدد مفسرين اي وحي ليهين الهي حاو وحو كابو رفيرتي ادم مركا سير سبحان الله الهي كوي كوسا او هضلي الهي امر كود لو داي ما الهي كتل ما من انه عاجز يهي اي الهي دوخدي ادم كسمي كسمين واي حوا حديث ادم لغا سمي حاو لغا سمي فيرتي ابهنا ادم سدو ولا كل مجري وهلب كيس مهلب كيس ولا سيحان جري ادم يا أرنا يا حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب مركا لكن إن يعني لي راه إله وقرآن كسكويري تاسن ويكسي فوقته إله وقرآن كسكويري شر علي وجيسو إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم كو إله كبين أبو رنا أرنا إله أي سذيري يعني من اللي باني دونا حاجة كره حسنا ولاش لكن عذاب حنون بدن أي سوبي دنت يوم القيامة مدير كهر markii wasiirada daaqa ay soo dejisay qaanuunkii ku saabsanaa kufsiga waxaan ognahay sheekh umul inuu masaayid khutba jumca soo khutbeenay yiri war kufsiga ilaahaa qaan xuqada ciqaabta ama xukun kufsiga ilaaha quraankiisa ku sheegay quraanku waxaan ahayn baan la raadsaneena xaqee ugu sheegay su'aashu waa weydii kama soo jawaabin cali wajiisna kama soo jawaabin aanu sababta quraanku ma jirto aayad tilmaamaysa kufsiga quraankana kuma jirto soo kala aayad tilmaamaysa ان حاول لغا ابوري فيرتي ادم لكن وا بين ابورش الى ان سو قران كهره او شيغ وان فريقا منهم يعني اهل كتابتي خار كم داي علماء دهن حدنا تاسلمدا يلوون السنتهم بالكتاب عرب كود حو كل حنايه كتاب لتحسبوه من الكتاب يعني صار امه ليسان قران كان لو شيغ وما هو من الكتاب قران كان كوم جرت ويقولون وحيليهن هو من عند الله الى حق سي قران كان حكم كان كيمن وما هو من عند الله إلهي نقول أنك سموس الصدجين ويقولون على الله الكذب إلهي كبين أو رنائم وهم يعلمون إيقوك علماء بضان عصر جاينا مرك تاسوا يانو حي سمعين عيان تي أيا وحي كينا سداد بضان الدين تي سلامك كبحين أو نخذين ندم الحدين أما دين تكالي كريشتانك وسيع عرري إلهي سبحانه وتعالى آية بضان القرآن كشيك ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب يا كدلم بضان كي إلهي كبين أبورتو أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أما آياتك إلى كبان أورت إلى سانير أم قرآنك الليحي ما اللي بانا يكون ظلمي قسمي آية بضل يعني إله سبحانه وتعالى كتر ماما يكون كبان أورت إن اللي بان الدونين أو عقاب سوق الدونت وحنك سو ختم آية آية دي إله سورة طه كل شيء إن نو موسى قوم كسم ركول هذا الكويري قال لهم موسى نو موسى حيري ويلكم ورس إلى لي لا تفتروا على الله كذبا إله كبين أبو رنين علي وجيز هي أمل هي كوحذين وحي إذن لم يظهر لن إله هاي يرمكت ليدين كفير صدق
ويلكم إسرائيلية عقاب يعني دقتان عقاب لو دقاي ويان لا تفتروا على الله كذبا إلهكم بين أبوراننا فيسحتكم سلمركي وحد السوقي سفاد للتعقيب الفوري وسلمركي بعد قريتان وإلهي فيهلكم عدكوها لا جاي بعذاب عذاب أيدكوها لا يقدونا وقد خاب وحان خساري لمن افترى وقد خاب من افترى وحا خساري أو هوغي كي إلهكم بين أبورتي مرك علي وجيز أذيك أيات توبت أباهن إله آيات كبين أبورتي أوتري إله آيات كستوس أغور إيمانيسا حليما كما يسان هور إيمان أحاديث النبي صحيحة يكور إيمانيسا هل حديث صحيحة ومقع حاوك وجرتنا ما بجربه حديث كي أقول له صحيحة ترى هذين وحديث مضطرب إسقراع سالسوش شاقنا حديث مضطرب كون الجمهور كو حسكوا فقين إنو ضعيف يهي مركا وحان رجين إنان واجب كي أمانة دينيت أنا ساسكو قوتي أرنتاسكو صاب سانيت إلهي وحان كرجينا إنو توفيق لنا وذوا فجيو إلهي إن الدين تصحى إنو نتصو ذاتكين إنو كبرا روان حقيقة دي إسلامكي يعني لو ملا إنو وذا دادا أما قدقة هادا هي أدعو لما دا إشيغانا إن الدين تصحى إيه مثالي كران دين تصحى من مثالي كران كوان مركا سادرا الدين تصحى وهذلكو إلهي هيري نبي قان عليه السلام وحيري إما أنها ستكون فتنة فتنة يا جريدو أنت علي بن أبي طالب وحيري ما المخرج منها سيلاغو بحكرا نبي قان عليه السلام وحيري كتاب الله كتاب إلهي الله بحكرا فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم يعني ذلك إذن كهري خبر أنت ذو ذلك شيء كي ذلك إذن كذا بين خبر كذا هو شيء وحكم ما بينكم لحدين وحاسك حكم لهذين القرآن كهو شيء هو الفصل كي وحكى لسارة وين ليس بالهذا العيار عيار معها ما القرآن كعيار عيار معها ونكوين هي وحول بنو وشاقي يعني تبيان لكل شيء شيء والبنو ونعدي قرانكم مجرت آية عدينا سحاوين لقى أور فيرتي آدم هل حديث صحيح أو عدينا ينا حاوين لقى أور فيرتي آدم مجر كل واحد كذلك يمد إسرائيليات أين صدق شيء على وجيزنا وير وقرآن قرآن كانوا كمجرت هدو هاي أنا هاي كانوا بلن واي هدوش على وجيز كانوا هل آية عدينا سحاوين لقى أور فيرتي آدم عشر دم أنا ليه ما مخل دانتان دروس أنا واجو جدا أنا وكفر دسم دانا لكن ما هاي ويا قرآن كوا ودنا خانا جزاكم الله خيرا إخوتي وبارك الله فيكم أيضا كل إرادة مرة بو لك واجب كثير أيام جودنا أي إلى أجر هذه كثير أنتي ولا لها إلى سوا حريرتي أردت أن إقعد ستين أنك هذا لنا إلهي سبحانه وتعالى إقعد أجر حسناتك كثير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.